أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حرص المحافظة في دعم كافة المبادرات التي تعزز القيم الدينية ومفاهيم الإسلام السمحة لدى الناشئة في مختلف البرامج المقامة في عموم أرجاء المحافظة الجنوبية، مشيرا سموه إلى أن المحافظة تؤكد دوما على غرس المبادئ الصحيحة للإسلام واستغلال المناسبات الدينية لعكس عظم تلك القيم والمبادئ لدى كافة فئات مجتمع المحافظة. جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الذي أقيم تحت رعاية سموه بعنوان رسولي نور حياتي، الذي نظمته الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث كان في استقبال سموه الشيخة لبنى بنت عبد الله آل خليفة رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة. وقد أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة خلال الجولة التي قام بها في أرجاء المعرض بما شاهده من محطات مضيئة للسيرة النبوية العطرة بمستوى معلومات قيم وهادف وأسلوب عرض مميز جمع بين إيصال المعلومات بسلاسة معتمد على التفاعل المتبادل بين العارضين ورواد المعرض، والذي من شأنه تعزيز وترسيخ المعلومات لدى الأطفال والناشئة بأسلوب شيق وممتع، معبرا سموه عن سعادته بمشاركة طلبة المدارس في الاستزادة من معلومات المعرض، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه المحافظة من وراء رعايتها لتلك الأنشطة، مشيدا سموه بفكرة وجهود العمل الكبير الذي أشرفت عليه الشيخة لبنى بنت عبد الله آل خليفة ومستوى الأداء المبذول من قبل أعضاء الجمعية والقائمين على المعرض. من جانبها تقدمت الشيخة لبنى بن عبد الله الخليفة بالشكر والعرفان لسمو محافظ المحافظة الجنوبية لدعمه للمبادرات والأعمال والأنشطة والبرامج الخيرية التي يحرص سموه على رعايتها والارتقاء بها لخدمة الدين والوطن والمواطنين في المحافظة الجنوبية.